السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو. هذا يعني كما كتشوف عندنا مجموعة ديال موديلات جلابة المغربية، يعني توب ديال كاروات بخياطة خفيفة، يعني بحال اللي مثلا دابا غتخيط شي جلابة ديال البرد وما عندهاش فكرة على الخياطة. أنو هادو موديلات يمكن تشوفيهم إلا عجباتك شي وحدة منهم يمكن ديري بحالهم، وكنتمنى إن شاء الله ينالوا الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب، زر لايك، والناس اللي ما اشتركوش معنا في القناة يشتركوا. فرجة ممتعة، وإلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم. كاين عندنا هاد الموديل هذا، يعني راه التوب ديال كاروات، يعني كما تشوفوا مخيطين بالصفيفة، في الصفيفة وفي بلاصة العقاد، يعني ما داري ليه العقاد لا والو، غير عوينات وفيهم هاد العقيق هذا. يعني كاكل الخياطة ديالو كتجي خفيفة وكتجي مزيانة، صفيفة نص طاو وداير من التحت. كاين هاد الموديل هذا حتى هو بحالو، يعني توب كاروات، فيه حتى هو صفيفة والعقيق في بلاصة العقاد، يعني كاين العقيق، يعني كاين العقيق، صفيفة حتى هو نص طاو. كاين هذا الموديل هذا الاخر حتى هو كتوب ديال كاروات، هذا مخيط بخياطه كابلي، يعني غير بالكابلي، وعقيدات صغار حتى هو نص طاو وداير من التحت. فيها الدريسات هادو، فيها الدريسات هادو، يعني خياطه نص طاو خفيفه. يعني غالبا هاد التواب اللي كيكونوا ديال البرد، يعني التواب غليظ، يعني غالبا يعني يمكن ديري ليه غير خياطه تكون خفيفه، يعني هو كيكون شويه ثقيل بلا ما تزيد التقليه بشي حاجه. يعني هاد الخدمه راه خفيفه. كاين هاد الموديل حتى هو الاخر بحالو، حتى هو بالكابلي نصتو، كابلي وعقيدات، كابلي والعقيدات صغار، خياطه ديالو خفيفه حتى هو غير نصتو وهابط داير من التحت. يعني كنتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم هاد الموديلات هادو. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، والناس اللي ما اشتركوش معنا في القناه يشتركوا. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.